السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة كوزين نور تي في. هذا النهار ان شاء الله غادي نوجد معكم التورتية. عندي هنايا 3 الحبات ديال البطاطس مقطعين، وعندي هنايا شوية الشابينيو، وعندي هنايا 2 الفلفلات مقطعين مخلطين، وعندي هنايا 1 الحبة ديال البصلة وشوية معدنوس وقزبر مخلط، وعندي هنايا 3 البيضات بسم الله على بركة الله. درت هنايا شوية زيت، وغادي نضيف عليه الشابينيو، وغادي نستنى عليه شوية يتشحر، عاد نضيف عليه التوابل اللي باقي ليا. ضفت هنايا شويه سكينجبير وشويه د الخرقوم وشويه د الابزار وشويه د الملحه على حسب الذوق، ودابا غادي نخليها تشحر. دابا ما بقى ليا غير نحيدها، ها كيف كتجي الطياب ديالها ودغيا كطيب، ما كديش الوقت بزاف. ضفت هنايا بطاطس قليتها، ودابا غادي نضيف عليه الشمولة، وغادي نخلط كل شيء مزيان. ما بقى ليا غير نضيف عليه البيض وشويه ديال الفرماج. دابا ضفت عليها البيض ونخلط كل شيء مزيان، وديروا المقلاة تسخن. وتردوها تطيب. ودغيا كطيب. ضفت عليها شويه ديال الفرماج. كاين اللي كيبغي الفرماج، كاين اللي ما كيبغيش. الا بغيتي ديروه، الا ما بغيتوش ما ديروش. كتجي زوينه واخا الا ما فيهش حتى الفرماج، كتجي زوينه. دابا سخنت المقله ودهنتها بالزيت، ودابا غادي نسرحوها تصاوبوها وتخليها. دابا نخليها تطيب. دابا قلبتها كيف كتجي وتنقصوها من العافية. تنقصوها العافية وباش تطيب على خاطرها، وتخليوها تحمر. توجدوها للدراري صغار كتعجبهم التورتيه، ولا هكا مع المغرب زيدوا معاه شي حاجه، ومع الحريره ولا مع شي حاجه هكا كتجي زوينه وخفيفه، ما كتشربش الزيت، كتجي ناشفة. ها كيف كتجي تورتية، وقطعت معكم شوية تشوفوها
ونتمنى تعجبكم وكتجي زوينه، ونتمنى تجربوها، كتجي خفيفه وسهله للتحضير، ما كديش الوقت. والصحه والراحه، والسلام عليكم، وما تنساوش لي لايك. الى الفيديو القادم ان شاء الله.